يمكن احنا دلوقتي مع مسلمان في العربية جديدة ومعانا ابنائه، يعني برضو احنا بقى عايزين عم سليمان طبعا يحكي لنا عن الفرحه، وبرضو هناخد ابنائه هم كمان يحكوا لنا عن الفرحه. عم سليمان، الناس احنا هنشوف الناس يعني دايما الناس فرحانه لك، وزي ما زعلوا هنشوف الناس بتتكلم معاك ازاي، وبرضو هنحكي لك ونقول لك فرحه الناس ونوصفها لك. بس الاول هناخد بقى وصف عبدو ابن عم سليمان. احكي بقى يا عبدو كده، يعني دلوقتي فرحتك وانت راكب العربية الجديدة بتاعت بابا؟ فرحان جدا والله، الحمد لله، شكرا لكل واحد مصري والله ساعدنا بكل حاجة، وشكرا للسيسي وشكرا للمصريين كلهم. كنت مصدق لما قالوا يعني بابا هيستلم عربية جديدة؟ كنت مصدق، لان هم يعني ما قالوا حاجة وخالفوا فيها والله. فرحان وحاسس ان ده فعلا عوض يستاهله بابا عن التعب اللي شافه، ويمكن الحدث اللي حصل يمكن ألم البيت كله. حصل والله، كلنا كنا متضايقين جدا يعني، بس دلوقتي الحمد لله احسن بكتير. ومحمد احكي لنا بقى. الحمد لله. اول حاجه ازيكم، الشكر الاول لربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم مؤسس الحياه كريمه، وسياده الرئيس طبعا فوق اي حاجه يعني، الحمد لله. واحنا بجد يعني مش عارفين نقول لكم ايه، شكرا على كل مواطن مصري، حتى لو بسأل صغير سأل عليه اتصل بيه اطمن عليه، دي حاجه حلوه، شكر ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه. ثم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجد بنشكرك، كل كلمه حلوه مش عارفين نقول لك ايه، احنا مش مصدقين بجد، لغايه دلوقتي مش مصدقين لكننا في حلم. وبشكر مؤسسه حياه كريمه بجد يعني، وقفوا معانا ما سبناش، وكل واحد وقف معانا احنا مش هنسيبه، الحمد لله يعني، الحمد لله على اي حاجه الحمد لله. يعني خلينا ندخل بقى عم سليمان النهارده، هم فرحانين ليك يا عم سليمان، بس اكيد عايزينك النهارده يا عم سليمان تعزمهم بقى عزومه جامده. اللي هم عايزينه ده هو قالوا وعد مش هتنزل على بقى. ناويين على طمع عم سليمان. ان شاء الله ربنا يقدم ما فيه الخير، والدنيا تعيش ان شاء الله معايا. يعني الدنيا تبتدي تدور، ربنا يصلح الحال. هتاخدهم تفسحهم بالعربيه الجديده يا عم سليمان ولا هتضحك ولا هتضحك عليهم؟ المراكز عشان ما تتاخدش مني، ما تتاخدش نمر يعني، الحاجه في الساعه وتاخد مني نمر. يعني يمكن احنا دلوقتي في جوله مع عم سليمان في الشارع، يمكن اول جوله لعم سليمان بالعربيه الجديده. بتعود عليها وبتتعود عليا، بتعرف ماشي. حتى هتسميها اسم عم سليمان؟ لا مش انا، ما سميتش الثانيه، هسمي دي، لا ما بسميش، بس ابتدي يعني اشوفها بقى، اشوف طريقتي معاها، حواري معاها ايه في الطريق يعني، ابتدي اشوف ماشي معايا بقى شكله ايه. برضه احنا هنقول لك تحيه الناس يا عم سليمان على الـ على الـ على الـ الكومنتات عندنا هنا في اللايف، يعني مشاهدين يوم السابع يمكن متابعينا دايما في الفرح ومتابعينا دايما في الحزن. يمكن تفاعل الناس معانا هنوصله لك. يمكن معانا جمال فكري بيقول لك الف مبروك وتحيه مصر، الحمد لله. وحسام بيقول لك لك مني تحيه والف مبروك، الله يبارك فيك والله ويقعد له كده ان شاء الله في الخير. ويمكن برضه استاذ صفا بيقول لك عوض ربنا، مفيش احسن من كده، جزاك الله خير يا سيسي. كلنا والله بنشكر سياده الرئيس، يمكن الفرحه اللي احنا شايفين فيها عم سليمان دي ثبت، يعني ثبت وعد ونفذ. وعد ونفذ يعني، مش وفي طريقه وفي وقت خيالي يعني، مفيش. كنت متخيل بالسرعه دي، يمكن هم كلموك بسرعه من سليمان، كنت متخيل بالسرعه ده شهر اتنين قبل ما لسه بقى الورق ونودي ومش عارف ايه ولسه ما اتختمش ومش عارف. تقول لك بقى شهر اتنين. عم سليمان انا عايزين تقول للناس ان النهارده يمكن اول يوم، هم كلموك من كام يوم قالوا لك في خلال 3 ايام، وفعلا في خلال 3 ايام خلال مفيش. النهارده كان اول يوم شفت في العربيه خدت العربيه. انا على المعرض بامانه، احكي لنا. ايوه عم سليمان احكي لنا بالظبط، لان انا كنت معاك وشفت. احكي للناس. وحياتي بقى انت داخل المعرض، بس انا شفت العربيه دي بامانه مش عارف ليه رحت لها، كنت حاسس يا عم سليمان، انا شفت العربيه دي كده حاسس ان هي دي، في احساس بيقول لي ان هي دي. اي نعم انا مش نبي ولا مرسل عشان اقول يعني كده، لا، بس انا دخلت المعرض واتفرجت طبعا، في الله اكبر، في حاجات فخمه جوه المعرض انا مش هوصل لها والله يا عم سليمان. يعني كنت متخيل يا عم سليمان ان احنا بعد يعني الحدث حصل يوم الثلاثاء، كنا متخيلين ان يوم الاثنين عم سليمان يركب عربيه، مش هنقول ممكن عربيه احدث بمراحل، او هنقول بس اي حاجه، بس يعني كنت تتخيل النقله اللي حصلت دي؟ لا، انا قلت في الاخر ناخد لادة وخلاص بقى وشكرا بقى واشتغل يا سليمان وخلاص.
ايا كانت هاخدها واشتغل. انا لو جاتني توك توك هاشها واشتغل، انا عايز اشتغل مش عايز اقعد. يمكن عندنا في كومنت لصلاح سيد بيقول لك انت شكلك طيب يا عم سليمان. الله يخليك. كم واحد بيقول لك يا عم سليمان انت شكلك طيب، او بيقول لك ان انت طيب يا عم سليمان؟ والله اللي يا ربنا سبحانه وتعالى راضي عني الناس كلها ترضى عني، بس مش اكتر من كده يعني. طول ما انا الحمد لله ماشي كده بيقين ان بالرضا خلاص. ما انا قلت لك انا ماشي كده برضا ربنا، مش عايز اكتر من كده. في كومنت برضو لواحد اسمه عز اشرف بيقول لك الف مبروك يا عم سليمان. الله يبارك لك. والله فرحت لك وانت راجل شكلك تستاهل كل خير. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الحمد لله يا فندم. اساسا يعني حب الناس يا عم سليمان بيمثل لك ايه؟ اي شيء. حاجه جميله قوي. انا ماشي في الشارع يعني. بص يا استاذي مع احترامي ليك، انا ببقى ماشي في الشارع لقيت حد عطلان بنزل اشوفه عايز ايه يعني. عايز فردك، عايز موزه، شويه ميه ماشي، عايز اقف معاه ماشي، عايز عده اطلع وافتح الشنطه وادي له عده وتمام ويشتغل ما بسيبوش الا يعني لو هو ان شاء الله ماشي. اي متى اقدم له اي مساعده وبعد كده اتكل على الله. طب تفحم السياره واللي حصل فيها عم سليمان ده كان اكبر يمكن صدمه حصلت لعم سليمان في حياته. عشان تقول لي اكل عيشك راح منك. كنت متخيل اليوم ده هيجي لك عم سليمان؟ لا يعني دايما ممكن واحد ده ايه دايما يقول لك ايه، احنا بنتوقع حاجات الاسوء عشان لما يجي السهل يبقى رضا. اه لا انا متوقع ان يعني ان انا مش هبقى لوحدي، هبقى الحمد لله يعني اطلع واشتغل. في يمكن واحد اسمه عماد خليل بيقول لك انت اتشهرت يا عم سليمان عندنا في امريكا. خلاص انائح بقى على الرئاسه اروح. يعني عم سليمان يعني يمكن انت دلوقتي يمكن احنا متوجهين للاسره الكريمه في البيت إن شاء الله. ويمكن سعادتهم ان شاء الله تبقى سعاده. طبعا سعادتهم من سعاده ان هو كلهم كانوا حاسين بيا يعني، زوجتي ببنتي بابني بوالدتي بنت اختي باختي باخواتي عامه كلهم هم عارفين ان انا عندي الحزن جوه مش بره يعني عادي. ممكن اضحك في وشك بس انا كده خلاص. يمكن في حد يا عم سليمان بيقول لك انت اربط الحزام يا عم سليمان. عايزين بس اقول عم سليمان اول حاجه عملها اول ما قعد العربيه ربط الحزام. كنت بتربط الحزام في اللادة يا عم سليمان؟ بربط الحزام في اللادة. انا عندي معلش ما عنديش كفاءه ان انا اتاذي في مخالفه. لا ده امشي تحترم بتحترم القوانين المرور امشي. في مثل بلدي بيقول لك ايه، امشي عدل يحتار عدوك فيه. انا امشي عدل ما فبسرعه امشي عدل في ده، امشي عدل في ده، امشي عدل. خلاص ما حدش يقدر يتكلم معاك. رخصه تمام، انت تمام، خلاص ما حدش يقدر يتكلم معاك. بطاقه تمام، خلاص امشي. وانا مظبط مور مش عايز مني الا بطاقه الا رخصتين نضاف. ما فهمش اي حاجه. ظابط دايما كنت بتبقى ماشي الورق سليم. امشي سليم، ما امشيش متاخر ابدا، ما امشيش رخصه منتهيه قبل ميعادها بشهر اكون ببتدي في اجراءاتها. اجي يوم ميعادها اخش اتصور امشي خلاص شكرا. خليني عم اسالك سؤال يعني، يمكن العربيه القديمه انت كنت متعود كده على طقوس معينه معاها. هتعملها مع العربيه الجديده؟ هي نفس الطقوس والمواعيد في الشغل وكل حاجه. هي نفس الطقوس. لا هي هتطلع الصبح تنظف وتغسل وتروق وتبص على زيتك وتبص على فراملك وتبص لمظهر العربيه بتاعتك وتتكل على الله. وانت برضو قاعد برضو يعني ما انت مش هتجوع طول النهار برضو، مش هتصلي مش عشان لا هتبتدي برضو. هي نفس القصه. هي نفس الطقوس، نفس الحياه، كل حاجه، بحيث ان انت برضو تحافظ عليها. انا بقول لك قعدت معايا 12 سنه و18 يوم ما عملتهاش الا مرتين بويا. عايز ايه تاني يعني؟ فكانت الله يعني مش عارف اقول الله ايه، بس الله يصلح حالها يعني. الحمد لله تمام. هترجع تبص لها تاني في اوقات؟ مين؟ العربية ده لازم. القديمة؟ ده لازم. انا امبارح ما سددت هم الدوالي في المرور، فكرت ان انا رايح في لما رحت اسحبها من هناك فكرت ان اخد النمرتين وماشي. فانا بسال الامين قال لي خدها. خدها قال لي فرحت قلت له ماشي. خدتها ومشيت. كنت بقى الناس كلها والله بقى الناس كلها ماشيه ورا مني. انت العربيه اللي ولعت؟ اللهم انا العربيه اللي ولعت. انت كنت روحتها ازاي يا عم سليمان؟ قطرتها. ما انا ما صدقت ان هو قال لي خدها. الناس كلها كانت عارفه شكلها في الشارع الناس صح؟ الناس كلها عارفه شكلها. كل بقى اللي ماشي انت العربيه اللي ولعت؟ اقول له انا العربيه اللي ولعت. انت سيسي جاب لك عربيه؟ اقول له طب خدت دي ليه؟ تقول لي خدتها هديه يعني. طب اقول له ايه؟ طب والنبي خدتها. خدتها ومشيت بقى جريت بيها على الجراج. دخلت الجراج ودخلتها جوه وجبت لها غطايا وتمطيها وركنتها. عم سليمان انت كنت بتقول لي من شويه يعني يمكن نفسك بقى في العربيه كده تعمل فيها ايه او تتغير فيها ايه؟ نفسي لا طبعا هي النظافه تبقى هي النظافه، بس انا نفسي ان انا اعمل بوست ورا ان شاء الله للسيد الرئيس كده يعني شكله حلو.
حسيت قد ايه هو وقف جنبك صح؟ لا بامانه هو والشعب و يعني والناس كلها، انا اقدر احط صوره الشعب كلها ورا احطها بامانه والله، يعني الناس اللي وقفت معايا والناس اللي قالت لي ما تقلقش احنا ورا منك، والناس اللي قالت لي احنا معاك، وست المحترمه اللي مش عايزه تقول لي على اسمها لحد النهارده، يعني لو اقدر اجيب الناس دي كلها احطها احط لهم صوره ورا احطها لهم. تقول لي بقى بطبل ما بطبلش، لا لا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. انت يعني روحك يا عم سلمان يمكن الطيبه دايما هي اللي بتغلب في كلامك حتى انا بس بكلمك كعادي والله مش هصطنع كلام او هصطنع حاجه، لا انا هقول لك كلام رياء، لا انا اللي وقف من جنبي مني انا بقول له شكرا، حتى الناس اللي حتى وقفت ضدي وقالت تقول لي كاني او ماني بقول لهم برده شكرا، زي ما هلاقي الحلو هلاقي الوحش. يعني يمكن انت بتقول لنا دلوقتي حاجه غريبه جدا، مين اللي اتكلم مع عليك وحش او مين اللي اتكلم معاك وحش؟ سواء حد اتكلم عليا وحش، في ناس اتكلمت عليا وحش، في ناس قالت ده لما حققه وهو والعربيه ولعه. يعني في ناس قالت ده الناس لمت له وبعد ما طفى العربيه الناس لمت له، انت لمت لي حق كرتوني ببيت العربيه ولعت، عمري ولع مش لا الناس ما لمتليش والعربيه ولعت في الشارع، لا الناس لمت لي نفسها، انا اشوف واحد يجيب يعني واحد يجيب لي ميه من نافوره الفاسقيه بتاعت ميه وجاي يطفي عندي ده حاجه فوق الخيال. واحد منزل ساحب طفايه النهارده الطفايه بكام؟ عشان واحد يطلع طفايه ويشدها ويسحبها ويضرب. كنت في وسط كل ده يا عم سليمان شايف وعارف الناس بتعمل ايه وحاسس ان الناس بتساعدك، شايف الناس بتجري وحاسس ان الناس كانت بتساعدك. بس الناس خلاص بقى يعني خلاص اللي نام طلع بطفايته وطفه خلاص طفايته هيعمل ايه تاني اكتر من دي يشكر هو يعني مش هيرمي نفسه جوه العربيه. ده كمان في متابعين من فنلندا، الاستاذ الجميل الجميل بيقول لك انا بتابعك من فنلندا يا عم سليمان الله يخليك. فيعني يشكر اللي طفى العربيه ده معايا ده وجاب زيت ميه، وناس جابت ميه وطفت وناس جابت طفايات وطفت. لا ده عم سليمان كنت في الوقت ده احنا كنا طبعا يعني كنا شايفينك وانت قاعد و في الاول خالص كنت بتحاول تطفي مع الناس على قد ما بقدر، بس انا حسيت ان انت وصلت لمرحله الياس. انا مرحله بقى ما فيش بقى خلاص بقى ياس. لما لقيت بقى بدات النار تعلى وبدات توهوب اكتر من الاول، لا خلاص انا كده يعني خلاص هي هتاكل حد، انا حاسس انها هتاكل حد من اللي جنبها. في استاذ عز اشرف موصيني ان انا اقول لك يا ريتك تقول الكلام ده لعمي سليمان، انا بحبك جدا والله بس عاوز اشوفك واسلم عليك. وانا نفسي والله وانا تحت امرك لانك شخصيه محترمه وتتحب والله. الله يخليك وانا والله يعني اي بني ادم دعالي لو في قلبه انا جميله على راسي من فوق، مش وقف وقال لي خد، لا ده لو دعالي دعوه يعني دي عندي بالدنيا كلها. الحمد لله يا عم سليمان. الحمد لله عملت يا رب واشكر فضلك. شكرا مشاهدين وقراء اليوم السابع، احنا دلوقتي يمكن متوجهين للفرحه الكبيره ان شاء الله منزل عم سليمان.